طيب يا حبيبي، وسر قيام الليل للعبد إذا قام؟ السر إنه يورث للعبد عزة في دينه وشرف المؤمن قيامه بالليل. الإنسان إذا قام الليل الله عز وجل يورث عزة في دينه وفي نفسه. وأيضا الله عز وجل يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا من أهل العقول الذين تذكرون. هذا يا إخوان أثر قيام الليل على العبد، والعبد إذا قام الليل يعلم بارك الله فيه إنما قام إلا الله عز وجل، وهذا من محبة الله عز وجل لهذا العبد، لأن اصطفاء. فإن كان عندك هم قم الليل ركعتين بس لله عز وجل، وبث ما في قلبك لله، وألح على الله، والله إن الله عز وجل ما يردك أحسن الظن فيك. والله عز وجل يا إخوان يثني على من قام الليل، ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ماذا يصنعون في ذلك اليوم؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. والنتيجة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والجزاء؟ جزاء بما كانوا يعملون.